الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أخي الجمال. برنامج هنوصف فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف ازاي كانت عيونه جميلة، هنشوف ازاي شعره صلى الله عليه وسلم كان فيش في جماله ولا فيه في كماله، هنشوف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غايه الحسن وفي غايه الكمال وفي غايه الجمال. هنوصف سيدنا النبي ونتلذذ بالوصف الشريف، ومفيش اجمل ولا احلى من سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بس في شرط من شروط متابعه البرنامج هو الخيال.